بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أرحب بالأستاذ الدكتور مأمون فريز جرار، وأسأل الله له التوفيق والسداد، كما أرحب بجميع الضيوف من الأساتذة والسيدات والسادة المتواجدين معنا على منصة الزوم للاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة أينما كانوا، وندعوهم للمتابعة معنا حتى النهاية، كما ننتظر منهم أن يشاركونا عقب المحاضرة في إغناء موضوعها، وذلك عن طريق مداخلاتهم الجادة والمثمرة. وبعد، فقد امتن الله على الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة بتواصلها مع الأساتذة المهتمين بمسائل الإعجاز، ومواصلتها لأنشطتها المباركة في هذا الجانب الدعوي الرشيد، وتوجيه الدعوة للسادة العلماء والمختصين لتقديم المحاضرات المفيدة في المجالات التي تخدم الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإعطاء المعلومات القيمة لجمهورها وتنوير أفكارهم بما استوحوها من نور الوحيين. ومعلوم أن مراكز الإعجاز وجمعياتها في عالمنا الإسلامي، ومنها الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، قد جعلت من أولوياتها استقطاب المفكرين وعلماء الإعجاز، وعقدت الملتقيات والمحاضرات، ونشر البحوث المتعلقة بالعلم والإيمان بما يخدم قضايا الإعجاز وأوجه الدلالة فيها توضيحاً وتقويماً وترشيداً وسيراً بها نحو الأسمى والأفضل في حدود ما تجود به الطاقة البشرية. ولقد وفق الله تعالى هذه الجمعية المباركة ويسر لها السبل للاستقامة على هذا الطريق، فالحمد لله أولاً وأخيراً. والدعاء موصول للأساتذة والسادة القائمين على أمر هذه الجمعية، وفي مقدمتهم الأستاذ المهندس حاتم البشتاوي، أعانه الله على ما يحب ويرضى، كما أشكر له حسن ظنه الذي أرجو الله أن يجعلني أهلاً له، إذ رشحني لإدارة هذه المحاضرة القيمة حول آفاق العلم في معجزات الأنبياء، رؤية رسائل النور، والتي يقدمها أخونا الأستاذ الدكتور مأمون فريز جرار، وفقه الله تعالى. والدكتور مأمون هو ممن له اطلاع واسع على رسائل النور، بل وعايشها كثيرا، فهو الذي سجل بصوته الواضح المعبر الجميل المجلدات 9 لرسائل النور، كما اختار منها موازينا وحكما ونشرها بعنوان اللؤلؤ والمرجان في حكم بديع الزمان، فهو من أفضل من يقدم هذا الموضوع الذي عنوانه آفاق العلم في معجزات الأنبياء، رؤية رسائل النور. فلنطلع أولاً على مسيرة حياة الدكتور مأمون، وبعدها نستمع إليه في محاضرته ليتحفنا بمجموعة أخرى من اللؤلؤ التي التقطها لدى إبحاره في أعماق رسائل النور. والحقيقة أن الدكتور مأمون فريز جرار شخصية معروفة، وهو أشهر من أن أعرف به، ولكن جرت العادة في مثل هذه الملتقيات بذكر أهم محطات سير أستاذ المحاضر والمحاضرين تذكيراً وتقديراً. الأستاذ الدكتور مأمون جرار اسمه الكامل الدكتور مأمون فريز جرار، من والد عام 1369 هجرية الموافق لعام 1949 ميلادية. ولد في صنصور في قضاء جنين في فلسطين. صنصور في قضاء جنين. نعم، جنين في فلسطين. أردني الجنسية. حصل على الشهادات الآتية: شهادة الليسانس سنة 1971، وشهادة الماجستير سنة 1980 في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية، وشهادة دبلوم في التربية من الجامعة الأردنية
سنة 1973، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإسلامي من جامعة محمد بن سعود الإسلامي في الرياض سنة 1987 ميلادية. سيرته العملية بعد حصوله على الشهادات المذكورة: عمل الأستاذ الدكتور مأمون في التعليم العام في الأردن والإمارات العربية المتحدة من عام 1971 إلى عام 1982، وفي التعليم الجامعي عمل من عام 1982 حتى عام 1990 في جامعة الملك سعود في الرياض، كما عمل في جامعة عمان الأهلية سنة واحدة، وبعدها في جامعة العلوم التطبيقية من عام 1993 إلى عام 2010 ميلادية. تقاعد مع نهاية العام الدراسي 2010 ليتفرغ لدار المأمون للنشر والتوزيع التي أنشأها عام 2005 ميلادية. الدكتور مأمون عضو في الجمعيات الآتية: عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، عضو في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، عضو في جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، له مشاركات في برامج إذاعية وتلفزيونية متنوعة، سجل صوتياً رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي وتفسير السعدي، وله من المؤلفات ما تزيد عن 30 مؤلفاً بين دواوين شعرية ودراسات أدبية ودراسات إسلامية عامة ودراسات فكرية. أقتصر في ذكر الدواوين على الأسماء دون الإشارة إلى دور النشر وسنة الطباعة اختصاراً للوقت. أولاً: القدس تصرخ، ديوان شعر. ثانياً: قصائد للفجر الآتي، ديوان شعر. مشاهد من عالم القهر، ديوان شعر. أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي. الغزو المغولي، أحداث وأشعار. الاتجاه الإسلامي في الشعر الفلسطيني الحديث. خصائص القصة الإسلامية. شخصيات قرآنية من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. نظرات إسلامية في الأدب والحياة. صور ومواقف من حياة الصالحين في 10 أجزاء. صور ومواقف من حياة الصالحات في جزئين. فنون النثر القديم. نداء إلى حكماء الأمة. العلاقات الأسرية، رؤية إسلامية. فلسطين ميراث الأنبياء. رسالة إلى الشهداء. معجم ابن بطوطة في رحلته. محجبات ولكن. أحاديث الفتن والفقه المطلوب. أسرار الأذكار. تسبيحات كونية. لمسات قدرية في سورة يوسف. صبوة قلب فجر حياة. الموت بوابة الخلوب. الأعمال الشعرية الكاملة، والتي نظمها بين سنتي 1966 إلى سنة 2009 ميلادية. في ظلال رسائل النور، بديع الزمان سعيد النورسي، ملامح صورة وسيرة. اللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان من كتاب الكلمات. مع القرآن، دراسات ونظرات. قضايا وتجليات في رسائل النور. أنوار الأذكار، رحلة مع الأدب الإسلامي تنظيراً وتطبيقاً. دراسات في الأدب الإسلامي. شخصيات تحدث عنها القرآن. الزهد في الإسلام. اللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان من كتاب المكتوبات، وهو الجزء الثاني من سلسلة هذه الحكم والتي عنونها باللؤلؤ والمرجان. وأخيراً، إنها سيرة كما رأينا حافلة للعطاء، فبارك الله في حياة وجهود الدكتور مأمون ومتعه بالعافية ووفقه للمزيد من العطاء الإيماني العلمي والأدبي. والآن
وبعد أن ألممنا بهذه المحطات من سيرة الأستاذ الدكتور مأمون فريز جرار المعطاء، نلتمس منه أن يتفضل بتقديم محاضرته، وهي بعنوان آفاق العلم في معجزات الأنبياء رؤية رسائل النور. كما نرجوه أن يراعي الوقت المحدد وأقصاه ساعة من الزمان أو أقل منها، كي نستطيع فتح المجال بعد المحاضرة أمام مداخلات السادة الحضور. تفضل يا دكتور معمون، مشكورا، وفقكم الله وسددكم. بارك الله فيك وأكرمك الله، ومعكم إن شاء الله ومع السادة الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أشكر أخونا الأستاذ وأشكر أخانا الأستاذ حاتم البشتاوي الذي يعني كان سببا في إلقاء هذه المحاضرة بالمتابعة الحثيثة منه، بارك الله فيه. وأشكر الإخوة والأخوات الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا بإذنه تعالى. طبعا والشكر للجمعية لإعداد القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يرى الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي أن الأنبياء عليهم السلام قد بعثوا إلى مجتمعات إنسانية ليكونوا لهم أئمة هدى يقتدى بهم في رقيهم المعنوي باعتبارهم أنبياء ودعاء الخير، ولكنه يرى أيضا أن الله سبحانه قد وضع بيد كل منهم معجزة مادية ونصبهم روادا للبشرية وأساتذة لها في تقدمها المادي أيضا، بمعنى أن إذا كان المعجزة هي دليل على أن هذا الإنسان الذي يقول أنه رسول هذه المعجزة دليل مادي، فهذه المعجزة التي قدمها الأنبياء وسنرى أمثلة عليها، هذه الأمثلة هي معجزة خارقة وتدل على نبوة النبي، فهي معجزات تومئ إلى إثارة شوق الإنسان ليقوم بتقليدها ويحض البشر على بلوغ أفاقها. بل يرى الأستاذ النورسي أن يد المعجزة هي التي أهدت إلى البشرية الكمال المادي مثلما أهدت إليها الكمال المعنوي. الكمال المعنوي بالإيمان، بمكارم الأخلاق، بالهداية. الكمال المادي هو ما تقدمه المعجزات التي جاء بها الأنبياء من حث للبشرية على أن تنظر إلى ما يمكن أن تستفيد من هذا الوجود الذي تعيش فيه وما فيه من القوانين. ويشير إشارة لطيفة إلى اتخاذ أغلب الصناع نبيا من الأنبياء رائدا لصنعته وقطبا لمهنته. فالملاحون اتخذوا سيدنا نوحا عليه السلام رائدا لهم، والخياطون اتخذوا سيدنا إدريس عليه السلام مرشدهم، كما يقول الأستاذ النورسي. يقول الأستاذ النورسي إن القرآن الكريم بإيراده معجزات الأنبياء إنما يخط الحدود النهائية لأقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في مجال العلوم والصناعة، بمعنى أن هذه المعجزات وإن كانت دليلاً على النبوة فإنها تمثل سقف ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من التقدم العلمي والتقدم المادي كما سنرى بعد قليل، ويحث البشرية على بلوغ تلك الغاية، ويضرب على ذلك بضعة نماذج، ومنها أن الله عز وجل سخر لسليمان الريح عليه السلام، يقول ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يقول أستاذ نورسي هذه الآية الكريمة تبين معجزة من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام، وهي تسخير الريح له، أي أنه قد قطع في الهواء ما يقطع في شهرين في يوم واحد. فالحديث هنا إذن عن الطيران، ونحن الآن في هذا الزمن يعني نعرف ماذا يعني الطيران وماذا يعني قطع المسافات البعيدة
في وقت قصير. فالآية تشير إلى أن الطريق مفتوح أمام البشر لقطع مثل هذه المسافة في الهواء. فيا أيها الإنسان، حاول أن تبلغ هذه المرتبة واسعى للدنو من هذه المنزلة ما دام الطريق ممهدا أمامك. فكأن الله سبحانه يقول في معنى هذه الآية الكريمة: إن عبدا من عبادي ترك هوى نفسه فحملته فوق متون الهواء، وأنت أيها الإنسان إن نبذت كسل النفس وتركته واستفدت جيدا من قوانين سنني أو سنتي الجارية في الكون، يمكن أن تمتطي صهوة الهواء. في هذا المجال إخواننا الكرام، في آية في القرآن الكريم، وسنشير لهذا إن شاء الله إذا ربنا يسرنا الكلام، في القرآن الكريم آية عجيبة، كلما ركبت الطائرة يعني رددتها، وهي: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. البشر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، زمن نزول القرآن، لم يكن أحد منهم في السماء، يعني لم يرتفع أحد منهم إلى السماء ليعلو أو يطير. وما هذا؟ الله عز وجل يقول: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. إذن يقول الأستاذ، يقول الأستاذ نورسي معقبا على قوله تعالى هذه فيما يتعلق بالطيران قلناها وانتهى القضية. الآن في موضوع آخر يتعلق بسيدنا موسى عليه السلام وضرب العصا، أنه ضرب بالعصا الصخرة فانفجرت بالماء. يقول معقبا على قوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذه الآية الكريمة تبين معجزة من معجزات سيدنا موسى عليه السلام، وهي تشير إلى أنه يمكن الاستفادة من خزائن الرحمة المدفونة تحت الأرض بآلات بسيطة، بل يمكن تفجير الماء وهو ينبوع الحياة من أرض صلدة ميتة كالحجر بوساطة عصا. فهذه الآية تخاطب البشرية بهذا المعنى: يمكنكم أن تجدوا الماء الذي هو ألطف فيض من فيوضات الرحمة بوساطة عصا، فاسعوا بجد لتجدوه وتكشفوه. ويخاطب الإنسان: إنك إن اعتمدت على قوانين رحمتي يمكنك أن تخترع آلة شبيهة بتلك العصا أو نظيرة لها، فهيا اسعى لتجد تلك الآلة. فأنت ترى أن هذه الآية سباقة لإيجاد الآلة التي بها يتمكن الإنسان من استخراج الماء، وهي إحدى وسائل رقي البشر. بل إن الآية الكريمة وضعت الخط النهائي لحدود استخدام تلك الآلة ومنتهى الغاية منها، بمثل ما عينت هنا، يتحدث عن العصا، وبمثل ما بينت أو عينت الآية الأولى خاصة بسيدنا سليمان اللي هو شهر وروح شهر، ماذا عينت؟ قال: بمثل ما عينت الآية الأولى الخاصة بسيدنا سليمان عليه السلام أبعد النقاط النهائية التي يمكن أن تبلغها الطائرة في العصر الحديث. فالحديث هنا واضح عن الطائرة، كلام عن سيدنا سليمان. ومن المعجزات التي تحدث عنها الأستاذ النورسي ما حكاه الله عز وجل عن سيدنا المسيح عليه السلام بقوله: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فالقرآن الكريم يحث البشرية صراحة على اتباع الأخلاق النبوية السامية التي يتحلى بها سيدنا عيسى عليه السلام، فهو يرغب فيها ويحض عليها، رمزا إلى النظر إلى ما بين يديه من مهنة مقدسة وطب رباني عظيم. طبعا هذه معجزات نبوية، ولكن تشير كما سيقول الأستاذ إلى أن المجال مفتوح للإنسان ليبحث عن دواء لأعصى الأمراض. فهذه الآية الكريمة تشير إلى أنه يمكن أن يعثر على دواء يشفي أشد الأمراض المزمنة،
والعلل المستعصية. فلا تيأس أيها الإنسان، ولا تقنط أيها المبتلى المصاب، فكل داء مهما كان له دواء وعلاجه ممكن، فابحث عنه وجده واكتشفه. بل حتى، وهذا من الغرائب اللي تحتاج إلى تفسير طبي من بعض الأطباء، يعني لم يفتح لي فيه شيء، يقول الأستاذ نورسي: بل حتى يمكن معالجة الموت نفسه بلون من ألوان الحياة المؤقتة، باعتبار أنه قال وأحيي الموتى بإذن الله. لكن كيف؟ تحتاج إلى تفسير، أنا لم يتبين لي ذلك، ولذلك أبحث عن من يعينون على فهم هذا القسم من كلام إن شاء الله سأفسر لك ذلك. بارك الله. الأطباء يعني أدرى بهذه الأمر، بهذه الأمور منا. نعم، وهكذا نرى كيف ترسم هذه الآيات الكريمة أقصى المدى وأبعد الأهداف التي يصل إليها الطب البشري من تقدم. ومن الآيات التي أشار إليه الأستاذ نورسي قوله تعالى في الحديث عن معجزات سيدنا داود عليه السلام: وألنا له الحديد. سنلاحظ أن كل نبي من الأنبياء كان مختص في قطاع ما من قطاعات الحياة أو جانب منها. يعني سيدنا المسيح كان بمجال الطب، سنرى هنا في حديث عن سيدنا داود وسليمان أنهم اشتغلوا في القطاع الحربي، يعني ما فتح الله على سيدنا داود من إلانة الحديد وصناعة الدروع وإلى آخره من صناعة لبوس يستخدم الإنسان في الوقاية من الحرب. وقال: وألنا له الحديد. يقول إن تليين الحديد نعمة إلهية عظمى، إذ بين الله عز وجل به فضل نبي عظيم. لو إخوان الكرام سكروا اللي عندهم الميكروفون اللي عندهم صوت مشان الوضوح. فتليين الحديد وجعله كالعجين، ومثله إذابة النحاس لابنه سليمان عليه السلام، وأسلنا له عين القطر. وفي قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر، وإيجاد المعادن وكشفها هو أصل جميع الصناعات البشرية وأساسها. تعرفون حديد وأهمية صناعة كل السنة الأمور خاصة الثقيلة. فهذه المعجزات التي جرت على يدي داود وابنه سليمان عليهما السلام تبين النعمة الإلهية العظمى التي في تليين الحديد كالعجين وتحويله أسلاكا رفيعة، وإسالة النحاس. واللذان، يعني الحديد والنحاس، هما محور معظم الصناعات العامة، حيث وهبها الباري لتبين لنبيين من أنبيائه الجليلين، وهو يحض البشرية على الاقتداء بهما، ويقول: لقد وضعت في أيديهما من الحقيقة الرائعة ما يكون الحديد كالشمع فيغير شكله كيفما شاء، ويستمد منه قوة عظيمة لإرساء أركان دولته، أو يرسي أركان دولته، ما إذا تحدثنا عن داود والسليم عليه السلام. فما دام الأمر هكذا وله أهمية خاصة أو بالغة في حياتكم الاجتماعية، فأنتم يا بني آدم يمكن أن توهب لكم إن أطعتم أوامر التكوينية، وهي القوانين الربانية الموجودة في الوجود، في عنا القوانين التشريعية التنزيلية، والقوانين التكوينية وهي القوانين الموجودة في هذا في هذه الحياة الطبيعة، ما يسمى البشر الطبيعة، وهي الأوامر التكوينية. يمكن أن توهب لكم إن أطعتم أوامر التكوينية تلك الحكمة، ويمكنكم بمرور الزمن أن تقتربوا مما وهبته لعبدي داود الذي آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهكذا فإن بلوغ البشرية أقصى أمانيها في الصناعة، وكسبها القدرة الفائقة في مجال القوة المادية، إنما هو بتليين الحديد وإذابة النحاس. فهذه الآيات الكريمة تستقطب أنظار البشرية عامة إلى هذه الحقيقة، وتلفت نظر السالفين والحاضرين إليها. ومن المعجزات التي لفت الأستاذ النورسي النظر إليها قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فهذه الآية تشير إلى أن إحضار الأشياء من مسافة بعيدة عينا أو صورة ممكن،
لما نقول يعني يقول الأستاذ عين أو صورة، العين ذات يعني أن تأتي بالعرش وتحضره من مكان بعيد كما يحدث الآن بالنقل السريع، صورة كما نرى الآن من خلال البث المباشر، أنت الآن مثلا في عمان أو في بغداد أو في أي مكان من الأماكن وترى ما يحدث في واشنطن، ترى ما يحدث في موسكو، ترى ما يحدث. فإما أن يجلب لك الأمر عينا بذاته أو صورة من خلال ما ترى. عندما قال أحد وزرائه الذي أوتي علما غزيرا في علم التحضير يعني أحضر من بعد، أنا أتيك بعرش بلقيس ولقد أتى الله سبحانه سيدنا سليمان عليه السلام الملك والنبوة معا وأكرمه بمعجزة يتمكن بها من هذه النقطة مهمة اللي هي يعني تلاحظوا الآن كثير من المدن مراقبة تلفزيونيا، كثير من المدن الآن في العالم مراقب، كل شيء فيها مراقب، وتستطيع الأجهزة الأمنية أن ترى كل ما يحدث فيها. فهو يقول أن هذا الإحضار أو هذا اللي حدث مع سيدنا سليمان ليس فقط للاطلاع على ما يعني أو إحضار عرش بلقيس فقط، وإنما هو أيضا بالاطلاع على رعيته ومتابعة شؤونها. يقول وأكرمه بمعجزة يتمكن بها من الاطلاع المباشر بنفسه وبلا تكلف ولا صعوبة على أحوال رعاياه ومشاهدة أوضاعهم وسماع مظالمهم، فكانت هذه المعجزة مناطع عصمته وصونه من الشطط في أمور الرعية، وهي وسيلة قوية لبسط راية العدالة على أرجاء المملكة. فمن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويطمئن إليه ويسأله بلسان استعداده وقابليته التي فطر عليها وسار في حياته على وفق السنن الإلهية والعناية الربانية، يمكن أن تتحول له الدنيا الواسعة كأنها مدينة منتظمة أمامه، كما حدث لسليمان عليه السلام الذي طلب بلسان النبوة المعصومة وأحضر عرش بلقيس ماثلا أمامه بعينه أو بصورته في بلاد الشام بعد أن كان في اليمن. ولا شك أن أصوات الرجال الحاشية الذين كانوا حول العرش قد سمعت مع مشاهدة صورهم، فهذه الآية تشير إشارة رائعة إلى إحضار الصور والأصوات من مسافات بعيدة، كما قلنا كما نرى الآن مما يحدث في أنحاء العالم خلال التلفزيون والبث المباشر. فالآية تخاطب أيها الحكام ويا من تسلمتم أمر البلاد، إن كنتم تريدون أن تسود العدالة أنحاء مملكتكم فاقتدوا بسليمان عليه السلام واسعوا مثله إلى مشاهدة ما يجري في الأرض كافة ومعرفة ما يحدث في جميع أرجائها. فالحاكم العادل الذي يتطلع إلى بسط راية العدل في ربوع البلاد، والسلطان الذي يرعى شؤون أبناء مملكته ويشفق عليهم، لا يصل إلى مبتغاه إلا إذا استطاع الاطلاع متى شاء على أقطار مملكته، وعندئذ تعم العدالة حقا وينقذ نفسه من المحاسبة والتبعات المعنوية. وهكذا نرى كيف تومئ الآية الكريمة المتصدرة لهذا المثال إلى إثارة همة الإنسان وبعث اهتماماته لاكتشاف وسيلة يستطيع بها إحضار الصور والأصوات من أبعد الأماكن وأقصاها ضمن أدق الصناعات البشرية. ومن المعجزات التي يتحدث عنها الأستاذ النوسي للأنبياء عليهم السلام قوله تعالى فيما يتعلق بسيدنا داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، وقوله يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وقوله طبعا هذا الكلام لسيدنا سليمان، وقوله علمنا منطق الطير. هذه الآيات الكريمة التي تذكر معجزات سيدنا داود عليه السلام وبعض سليمان تدل على أن الله سبحانه قد منح تسبيحاته وأذكاره من القوة العظيمة
والصوت الرخيم والأداء الجميل، ما جعل الجبال في وجد وشوق، يا جبال أوبي معي، ردد، وكأنها حاك تردد تسبيحاته وأذكاره، أو كأنها إنسان ضخم يسبح في حلقة ذكر حول رئيس الحلقة. يعني كأنه تحول سيدنا داود لرئيس حلقة، والجبال من حوله والطير تردد وتسبح معه. أليس كل جبل ذي كهوف يمكن أن يتكلم مع كل إنسان بلسانه ويردد كالببغاء؟ فإن قلت الحمد لله خلال الصدى الذي يصدر عن الجبل أو الواد، فإن قلت الحمد لله أمام جبل فهو يقول أيضا الحمد لله، وذلك برجع الصدى. فما دام الله سبحانه وتعالى قد وهب هذه القابلية للجبال، فيمكن إذن أن تنكشف هذه القابلية وتنبسط أكثر من هذا. وحيث إن الله سبحانه قد خص سيدنا داود بخلافة الأرض فضلا عن رسالته، فقد كشف بذرة تلك القابلية لديه ونماها وبسطها بسطا معجزا عنده، بما يلائم شؤون الرسالة الواسعة والحاكمية العظيمة، حتى غدت الجبال شم الرواسي منقادة إليه كأي جندي مطيع لأمره، وكأي صانع أمين لديه، وكأي مريد خاشع لذكره. وأصبحت تلك الجبال تسبح بحمد الخالق العظيم جل جلاله بلسانه عليه السلام وبأمره. فما كان سيدنا داود يذكر ويسبح إلا والجبال تردد ما يذكره. نعم، إن القائد في الجيش يستطيع أن يجعل جنوده المنتشرين على الجبال يرددون الله أكبر بما لديهم من وسائل اتصال ومخابرات، حتى كانت تلك الجبال هي التي تتكلم وتهلل وتكبر. فلئن كان قائد من الإنس يستطيع أن يستنطق مجازيا الجبال بلسان ساكنها، فكيف بقائد مهيب لله سبحانه وتعالى؟ ألا يستطيع أن يجعل تلك الجبال تنطق نطقا طبيعيا حقيقيا وتسبح تسبيحا حقيقيا؟ هذا فضلا أننا قد بينا في المرات السابقة أن يعني أماكن سابقة أن لكل جبل شخصية معنوية خاصة به، وله تسبيح خاص ملائم له، وله عبادة مخصوصة لائقة. فمثل ما يسبح كل جبل برجع الصدى بأصوات البشر، فإن له تسبيحات للخالق الجليل بألسنة خاصة. طبعا نذكر وإن من شيء إلا يسبح بحمدك، يسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن. وكذلك الطير محشورة، وعلمنا منطق الطير. هذه الآية تبين أن الله سبحانه قد علم سيدنا داود وسليمان عليهما السلام منطق أنواع الطيور ولغة قابلياتها واستعداداتها، أي أن الأعمال تناسبها وكيف يمكن الاستفادة منها. نعم، أهل الحقيقة هي الحقيقة الجليلة، إذ ما دام سطح الأرض مائدة رحمانية أقيمت تكريما للإنسان، فيمكن إذن أن تكون معظم الحيوانات والطيور التي تنتفع بها من هذه المائدة المسخرة للإنسان ضمن تصرفه تحت خدمته. فالإنسان الذي استخدم النحلة ودودة القز تلك الخدم الصغار وانتفع مما لديهم من إلهام إلهي، والذي استعمل الحمام الزاجل في بعض شؤونه وأعماله، واستنطق الببغاء وأمثاله من الطيور فضم إلى الحضارة الإنسانية محاسن جديدة، هذا الإنسان يمكن أن يستفيد إذن كثيرا إذا ما علم لسان الاستعداد الفكري للطيور وقابليات الحيوانات الأخرى. يقول حيث إن أنواع وطوائف كثيرة جدا، هي أنواع وطوائف كثيرة جدا، فما استفاد من الحيوانات الأليفة؟ فمثلا إذا علم الإنسان
لسان استعداد العصافير من نوع الزرازير. يشير الأستاذ أن يمكن أن يستفيد الإنسان من الزرازير في تسليطها على الجراد، لأنها من أشد أعداء الجراد وتقضي عليه، ولا تدعها تنمو، وإذا ما نسق أعمالها فإنه يمكن أن يسخرها لمكافحة آفة الجراد، فيكون عندئذ قد انتفع منها واستخدمها مجانا في أمور مهمة. فمثل هذه الأنواع من استغلال قابليات الطيور والانتفاع منها واستنطاق الجمادات من هاتف وحاك لآيات تخط له الآية الكريمة المذكورة المدى الأقصى والغاية القصوى. يعني يمكن أن نستفاد منها أن في قضية اختراع الهاتف والحاكي والأمور. ومن المعجزات التي تحدث عنها الأستاذ نورسي رحمه الله ما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله عز وجل في مخاطبة النار عندما ألقي فيها: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي هذه الآية التي تبين معجزة لسيدنا إبراهيم عليه السلام ثلاث إشارات بيّنها الأستاذ النورسي بقوله: أولها النار كسائر الأسباب ليس أمرها بيدها، الأسباب لا تملك نفسها، الأسباب مسخرة لله عز وجل، ليس أمرها بيديها فلا تعمل حسب هواها وبلا بصيرة، بل تقوم بمهمتها وفق أمر يفرض عليها، فلم تحرق سيدنا إبراهيم لأنها أمرت بعدم الحق. الإشارة الثانية أن للنار درجة تحرق ببرودتها، أي تؤثر كالإحراق، فالله سبحانه يخاطب البرودة بلفظه سلاما، كوني بردا وسلاما، بألا تحرقي أنت كذلك إبراهيم كما لم تحرق الحرارة، أي أن النار في تلك الدرجة تؤثر ببرودتها كأنها تحرق، فهي نار وهي برد. نعم، إن النار كما في علم الطبيعيات لها درجات متفاوتة، منها درجة على صورة نار بيضاء، بل تكسب مما حولها من الحرارة فتجمد بهذه البرودة، أو تجمد بهذه البرودة ما حولها من السوائل، وكأنها تحرق ببرودتها، وهكذا الزمهرير لون من ألوان النار تحرق ببرودتها، فوجوده إذن ضروري في جهنم التي تضم جميع درجات النار وجميع أنواعها. ولذلك أهل نعم. الثالثة، الإشارة الثالثة: مثلما الإيمان الذي هو مادة معنوية يمنع مفعول نار جهنم، باعتبار أن المؤمن يكون إيمانه وقاية له من نار جهنم وينجي المؤمنين منها، وكما أن الإسلام درع واق وحصن حصين من النار، كذلك هناك مادة مادية يمكن أن يصل إلى الإنسان، يمكن أن يكتشفها، يمكن أن يوجدها، تمنع تأثير النار الدنيا وهي درع أمامها، لأن الله سبحانه يجري إجراءات في الدنيا التي هي دار الحكمة، دار الحكمة دار الأسباب، تحت ستار الأسباب في الدنيا دار الحكمة، الآخرة دار القدرة، لا ترتبط الأمور بالأسباب، لأن الله سبحانه يجري إجراءات في الدنيا التي هي دار الحكمة تحت ستار الأسباب، وذلك بمقتضى اسمه الحكيم. لذا لم تحرق النار جسم سيدنا إبراهيم عليه السلام، مثلما لم تحرق ثيابه أيضا. فهذه الآية ترمز إلى: يا ملة إبراهيم اقتدوا بإبراهيم كي يكون لباسكم لباس التقوى، وهو لباس إبراهيم، وليكون حصنا مانعا ودرعا واقيا في الدنيا والآخرة تجاه عدوكم الأكبر النار، فلقد خبأ الله سبحانه لكم مواد في الأرض تحفظكم من شر النار، كما يقيكم لباس التقوى والإيمان الذي ألبستموه أرواحكم من
من شر نار جهنم. تعرفون لأن في ملابس يمكن ألا تحرق، يعني تلبس الإنسان يمكن أن يدخل إلى النار ولا يصيبه أذى بإذن الله. واستخرجوها من باطن الأرض والبسوها، وهكذا وجد الإنسان حصيلة بحوثه واكتشافاته، مادة لا تحرقها النار بل تقاومها، فيمكنه أن يصنع منها لباسا وثيابا. فقارن هذه الآية الكريمة وقس مدى سموها وعلوها على اكتشاف الإنسان المادة المضادة للنار، واعلم كيف أنها تدل على حلة قشيبة نسجت في مصنع حنيفا مسلما لا تتمزق ولا تقتل. حلة حنيفا مسلما ليتمنع الإنسان من نار جهنم بإذن الله. ومن المعجزات التي تحدث عنها الأستاذ النورسي ما ورد في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، حيث يرى أن هذه الآية تبين المعجزة الكبرى لآدم عليه السلام، معرفة أسماء الله الحسنى، وهذا ما يميز الإنسان عن غيره. وأنا أتوقع الآن الملائكة عندما يرون الإنسان هذا الذي بدأ كان طينا منجدلا على الأرض قبل أن تنفخ فيه الروح، وكانوا يستغربون ماذا يمكن أن يكون من هذا الإنسان من أحوال، كيف يرونه وأنا لو تغلق الصوت لو سمحت يا أخوانا. الملائكة الآن تنظر الإنسان يطير في الهواء ويغوص في الماء غواصات ويبني العمارات وتقدم في العلوم كذا، عندها تعرف معنى قوله تعالى إني أعلم وأعلم ما تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها أي الأسماء الحسنى. إذن ومن المعجزات تحدث عن الأستاذ وعلم آدم الأسماء كلها، حيث يرى أن هذه الآية تبين المعجزة الكبرى لآدم عليه السلام في دعوة خلافته الكبرى وهي تعليم الأسماء. فمثلما ترمز معجزات سائر الأنبياء إلى خلافة بشرية خاصة لكل منهم، فإن معجزة أبي الأنبياء وفاتح ديوان النبوة آدم عليه السلام تشير إشارة قريبة من الصراحة إلى منتهى الكمال البشري وذروة رقيه وإلى أقصى أهدافه. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول بالمعنى الإشاري في هذه الآية يا بني آدم إن تفوق أبيكم آدم في دعوة الخلافة على الملائكة ثم سجدت له بما علمته الأسماء كلها، وأنتم بنوه ووارث استعداده ومواهبه، فعليكم أن تتعلموا الأسماء كلها لتثبتوا جدارتكم أمام المخلوقات لتسلم الأمانة العظمى، فلقد مهد الطريق أمامكم لبلوغ أسماء المراتب العالية في الكون. وسخرت لكم الأرض، هذه المخلوقة الضخمة، فهي انطلقوا وتقدموا فالطريق مفتوح أمامكم، واستمسكوا بكل اسم من أسماء الحسنى واعتصموا به لتسمو وترتفعوا، واحذروا فلقد أغوى الشيطان أباكم مرة واحدة فهبط من الجنة تلك المنزلة العالية إلى الأرض مؤقتا، فإياكم أن تتبعوا الشيطان فيكون اتباعكم له ذريعة ترديكم من سماوات الحكمة الإلهية إلى ضلالة المادية الطبيعية. ارفعوا رؤوسكم عاليا وأنعموا النظر والفكر في أسماء الحسنى، واجعلوا علومكم ورقيكم سلما ومراقيا إلى تلك السماوات لتبلغوا حقائق علومكم وكمالكم وتصلوا إلى منابعها الأصلية تلك التي هي أسماء الحسنى. ويرى الأستاذ أن كل ما ناله الإنسان من حيث جمعية ما ودع الله فيه عز وجل من استعدادات من الكمال والتقدم الفني ووصوله إلى خوارق الصناعات والاكتشافات تعبر عنه الآية الكريمة تعليم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها، وهو يرى
أن لكل كمال وعلم وتقدم وفن، أو أن كل كمال وعلم وتقدم وفن يستند إلى اسم من الأسماء الحسنى. فالهندسة مثلا غايتها الوصول إلى اسم الله العادل، والطب مثلا يستند إلى اسم الله الشافي، والعلوم المختلفة كالفيزياء والكيمياء تظهر تجليات اسم الله الحكيم في تدبيره وتربيته ورعايته. وتلاحظون إخواننا في كل أمر من أمورنا نحس أننا نعتمد على اسم من الأسماء الحسنى. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونلاحظ أننا في حالة ضعف نقول يا قوي فنستعين باسم الله القوي، يا قادر إذا كنا في حالة فقر نقول يا غني، إذا كنا في حالة ضياع وكذا نقول يا مدبر. وهكذا الإنسان منا يتعامل مع هذه الأسماء الحسنى بشكل يتوافق مع حاله. والطب مثلا يستند إلى اسم الله الشافي، والعلوم المختلفة كالفيزياء والكيمياء تظهر تجليات اسم الله الحكيم في تدبيره وتربيته ورعايته. ويتحدث الأستاذ عن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرى أن جميع معجزات الرسل معجزة واحدة لتصديق الرسالة. هذا الرسول الكريم أظهر القرآن الكريم معجزة، أو أظهر القرآن الكريم معجزة كبرى تتحدى الجن والإنس، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الآيات الكريمة وأمثالها من الآيات تجلب أنظار الإنس والجن إلى أبرز وجوه الإعجاز في هذه المعجزة الخالدة وأسطعها، فتلفتها إلى ما في بيانه الحق من الجزالة، وإلى ما في تعبيره من بلاغة فائقة، وإلى ما في معانيه من جامعية وشمول، وإلى ما في أساليبه المتنوعة من سمو ورفعة وعذوبة. فتحدى القرآن الكريم المعجز، وما زال كذلك يتحدى الإنس والجن قاطبة مثيرا الشوق في أوليائه، محركا ساكنة عناد أعدائه، دافعا الجميع إلى تقليده. فإنه سبحانه يضع هذه المعجزة الكبرى أمام أنظار الأنام في موقع رفيع، لكأن الغاية الوحيدة من مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا ليست سوى اتخاذه تلك المعجزة العظمى دستورا لحياته وغايته هناك. القرآن إخوان الكرام في رحاب الإعجاز، المؤتمرات التي كانت تعقد الإعجاز، أظن أنه لا يكاد يخلو مؤتمر من إنسان يصل إلى حقيقة يقينية يعلم بها أن هذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون من كلام البشر. وكل عالم من العلماء إذا كان طبيبا، كان فيزيائيا، كان كيميائيا، أيا كان اختصاصه، لا بد أنه يستطيع أن يقرأ هذا القرآن الكريم المعجزة الشاملة الخاتمة الباقية، يستطيع أن يقرأه قراءة تتناسب مع اختصاصه. ولعلكم شاهدتم ذلك الفيديو لأحد الإخوة العلماء العراقيين، يبدو ما كان عنده إيمان يعني يقين، فبدأ يقرأ القرآن من خلال اختصاصه، يبدو لو كان فيزيائيا كانت تذاكر. فيقول أنه في كل مرة يقرأ ويعني من غير ما يؤمن، ولم يكن لديه إيمان في البداية، ولكنه فيما بعد عندما أخذ ينظر بمنظار علمي وتخصصي وصل إلى المرحلة التي سجد بها لله عز وجل إيمانا ويقينا بأن هذا القرآن حق وأن الله حق سبحانه وتعالى. يقول الأستاذ: نخلص ما تقدم أن كل معجزة من معجزات الأنبياء تشير إلى خارقة من خوارق الصناعة البشرية. يعني كل معجزة كما رأينا سيدنا المسيح في الطب، سيدنا سليمان في عدة أشياء ومنها طيران، سيدنا داود في لانت وغيره، نخلص ما تقدم
أن كل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام تشير إلى خارقة من خوارق الصناعات البشرية. أما معجزة سيدنا آدم عليه السلام فهي تشير إلى فهرس خوارق العلوم والفنون والكمالات، وتشوق إليها جميعا، باعتبار سيدنا آدم عليه السلام يعني كأنما كانت عنده كل ما هو موجود في البشرية مفرقا كان عنده مجموعا. كل القدرات التي نراها اليوم عند العلماء عند التخصصات المختلفة هي كانت بذورا ونوى موجودة عند سيدنا آدم عليه السلام. فقل أما معجزة سيدنا آدم عليه السلام فهي تشير إلى فهرس خوارق العلوم والفنون والكمالات وتشوق إليها جميعها، مع إشارتها إلى أسس الصنعة، الأسس بداية، إشارة مجملة مختصرة باعتباره كائن الإنسان ملخص البشرية كلها يا سيدنا. أما المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم والبيان المعجز، فلأن حقيقة تعليم الأسماء تتجلى فيه بوضوح تام وبتفصيل أتم، فإنه يبين الأهداف الصائبة للعلوم الحقة والفنون الحقيقية، ويظهر بوضوح كمالات الدنيا والآخرة وسعادتهما، ويسوق البشرية إليها ويوجهه نحوها، مثيرا في رغبة شديدة، حتى إنه يبين بأسلوب التشويق أن المقصد الأسنى للإنسان هو قيامه بعبودية كلية تجاه الربوبية، والغاية القصوى من خلقه هي بلوغ العبودية بالعلوم والكمالات. نلاحظ إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما زاد علم العالم كلما اتسعت آفاقه، كلما زادت نظراته، كلما زاد إدراكه لهذا الكون وإبداع الله عز وجل في جوانبه، فيخر لله عز وجل ساجدا موقنا أن الله حق، وأن هذا الكون ما هو إلا يعني مرايا تجلية لأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى. فيعبر بتعابير متنوعة رائعة معجزة، مشيرا بها إلى أن البشرية في أواخر أيامها على الأرض ستنساب إلى العلوم، تتوجه العلوم، تنصب إلى الفنون، وستستمد كل قواها من العلوم والفنون. لاحظوا الآن في هذا الزمن العجيب الذي كيف أن أشياء يعني ربما لم تخطر ببال شهرزاد في ألف ليلة وليلة من الأشياء العجيبة. انظر فيما حولك، كلها تجليات، كلها إبداعات، كلها آيات لله عز وجل تجلت من خلال هذا الإنسان الذي يعيش حين من الدهر ثم يرحل عن هذه الدنيا كأن لم يكن، ولكن تبقى من بعده آثار العلم الرباني المتجلي فيه كإنسان تتجلى فيه. انظر في أي جامع الجامعات، واذهب إلى كلياتها وتخصصاتها كل اتجاهاتها، واعرف كيف أنها كلها تدل على الله عز وجل. يعني الله عز وجل لا يعبد فقط في المسجد، وإنما يعبد في المختبر، الله عز وجل يعبد في المستشفى، الله عز وجل يعبد في الحقل، يعبد في الجبل، يعبد في البحر، يعبد في كل مكان تتجلى فيه آياته سبحانه. يقول أخيرا، ما دامت الآيات التي تخص فالبشرية في هذا الزمن وصلت إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه أو تصل إليه من آفاق الفنون والعلوم، ولذلك أقول يعني ربما توافقون على ذلك أن هذا الذي يحدث في هذا الزمان هو نوع من الاستنزاف للمكونات الموجودة في هذه الأرض قبل أن تقوم الساعة. يعني طبعا الله أعلم بميعاد الساعة، لا أعلمه إلا هو، ولكن ما الذي يحدث هو نوع من الاستنزاف الشديد لمكونات الأرض، خيرات الأرض، وأيضا الإنسان يصل إلى مرحلة ربما يسعى فيها إلى أن يكون أو يعني يطمع فيما لا يحق له من أن يسعى إلى الخلود
وربما بعض الأطباء يعينون في هذا، إنه بعض الناس الآن يجمدون الجثث ويدفعون ثمنا عليها أملا في أن يصل الإنسان إلى حقيقة الحياة وإعادة النفخ في الحياة في الجسد هذا، لعلهم يرجعون للحياة ولعلهم يخلدون، أو الإنسان في هذا الزمان ومن أي من يعني وهي ما حدث مع سيدنا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الإنسان منذ القديم منذ وجوده إلى ما شاء الله يسعى إلى أن يكون له وجود دائم وخلود. الله عز وجل يدعونا إلى دار السلام، يدعونا إلى الخلود الحقيقي، ولكن الشيطان يدعونا إلى الخلود الوهمي. الشيطان يدعو الخلود الوهمي من خلال سعي الإنسان إلى أن يكون باقيا دائما في هذه الدنيا، وهذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. يقول أستاذ: ما دامت الآيات التي تخص معجزات الأنبياء عليهم السلام لها نوع من الإشارة إلى خوارق التقدم العلمي والصناعي الحاضر وتخط أبعد الحدود النهائية لها، وحيث إنه ثابت أن لكل آية دلالات مختلفة، فإن من تلك الدلالة الإشارية ما يدل على أهم العلوم البشرية وصناعاتها، كما رأينا في حديث الأستاذ عن هذه المعجزات والدلالات. في نهاية هذا يعني هذا المقام الثاني من الكلمة 22، يقول الأستاذ أو يطرح سؤالين ويجيب عنهما. يقول: إذا قلت لما كان القرآن الكريم قد نزل لأجل الإنسان، فلما لا يصرح بما هو المهم في نظره من خوارق المدنية الحاضرة، وإنما يكتفي برمز مستتر وإيماء خفي وإشارة خفيفة وتنبيه ضعيف فحسب؟ الجواب يعني ليش لماذا لا يصرح؟ ليش ما قال طائرة وقطار وكذا؟ الأستاذ النورسي في بداية الكلام هذا ما أوردته أنا يشير إلى أن القطار مذكور، ويستنتج وجود القطار من خلال سورة البروج: النار ذات الوقود إذن عليه قعود. أستطيع أن ترجع عليه. فالجواب أن خوارق المدنية البشرية لا تستحق أكثر من هذا القدر، يعني لا تستحق أكثر من أن يشار إليها إشارة ولا يصرح بها، إذ أن إن الوظيفة الأساسية للقرآن هي تعليم شؤون دائرة الربوبية، بيان تجليات الربانية في هذا الوجود، أن تعرف الإنسان من هو ربه سبحانه وتعالى وكمالاتها ووظائف دائرة العبودية، أي الأشياء المطلوب من الإنسان أن يقوم بها. يعرف الله عز وجل، يعرف الإنسان ربه، ثم ليعرف نفسه فيؤدي حق الله من خلال ما هو مطلوب منه. لذا فإن حق تلك الخوارق البشرية وحصتها من تلك الدائرتين، دائرة الربوبية لله عز وجل ودائرة العبودية من الإنسان، مجرد رمز ضعيف وإشارة خفية ليس إلا، فإنها لو ادعت حقوقها في دائرة الربوبية فعندها لا تحصل إلا على حق ضئيل جدا. فمثلا إذا طالبت طائرة البشرية القرآن قائلة، يعني إذا طائرة تقول لتنطق وتقول أين أنا لماذا لم يذكر القرآن، وأعطني وأعطيت أعطني حقا للكلام، سامحوني شوي في ضعف النظر عندي، أعطني حقا للكلام وموقعا بين آياتي، فإن طائرات دائرة الربوبية تلك الكواكب السيارة والأرض والقمر ستقول بلسان القرآن: إنك تستطيعين أن تأخذي مكانك هنا بمقدار جرمك لا. يعني إذا الطائرة إذا تقول لماذا لم يذكرن القرآن، تقول يكون جوابها أنك انظر إلى حجمك قياسا بالطائرات الموجودة. لاحظوا الآن نحن أين نحن الآن؟
نحن في طائرة كبيرة جدا. يعني من الأشياء اللي أذكر سمعتها من الأستاذ إحسان قاسم الصالح مترجم الرسائل بارك الله فيه، يذكر عن أحد طلاب الأستاذ النورسي اسمه صنقر أبي، كان يعني ما يحب ركوب الطائرة، ربما كان عنده شيء من الخوف منها أو الفوبيا. فكان أستاذ حسين ماذا يقول له؟ يقول له صنقر أبي نحن ننتقل من الطائرة الكبيرة إلى الطائرة الصغيرة، يعني الأرض التي نعيش عليها هذه هي طائرة وهي طائرة كبيرة، فلا يعني لا تخف أو شيء. وإذا أرادت الغواصة البشرية موقعا لنفسها بين الآيات الكريمة فستتصدى لها غواصات تلك الدائرة التي هي الأرض السابحة في محيط الهواء والنجوم العائمة في بحر الأثير، قائلة إن مكانك إذا قيست الغواصة في هذه الكائنات الكبيرة جدا اللي هي النجوم والكواكب وكذا، إن مكانك بيننا ضئيل جدا يكاد لا يرى. في سؤال ثاني أيضا الأستاذ يقول، وإذا قلت يسأل لماذا لم يصرح الكلام باختصار، يقول لماذا لم يصرح القرآن بهذه الأشياء المعجزات التي تحدثنا عنها استنتاجا، فيقول لو تم الحديث عنها مباشرة وقيل طائرة وقيل غواصة وقيل سيارة وقيل قطار لآخره لكانت حجة دامغة غير قابلة للنقاش. ويقول الأستاذ أن الإيمان امتحان، الإيمان امتحان، ولذلك المؤمنون يؤمنون بالغيب، يصدقون بما ورد في كتاب الله سنة رسوله. فالامتحان بمعنى أنها ليست قضايا يقينية 100%، لو تحولت قضايا الإيمان أو المعجزات هذه إلى أمور يقينية تلزم الإنسان على الإيمان يقول لاستوى إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أبي جهل، ولكن شتان بينهما. المؤمن يؤمن ويعني يقر بما يقول الله عز وجل في آياته في كتابه وفي سنة رسوله وما يستنبطه العلماء من الأمور التي تدل على الله عز وجل وتدل على آياته، وغير المؤمن يظل في شك من أمره وشتان بين اليقين والشك. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مأمون فريز جرار على هذه المعلومات القيمة والمفيدة، نسأل الله سبحانه أن يتقبلها منه في جملة أعماله الصالحة وأن يوفقه للمزيد من العطاء العلمي الإيماني لتذكيرنا بما يحويه الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة من كنوز لا تفنى، كما نشكره على التزامه بالوقت فبارك الله فيه. نعم أيها الأساتذة والسيدات والسادة الكرام، كلما شاب الزمان شب القرآن وتوضحت رموزه، هكذا قال بديع الزمان وقد صدق. فالقرآن الكريم منذ بداية نزوله وإلى يومنا هذا قد حافظ على شبابيته وفتوته، وكأنه ينزل في كل عصر نظرا فتيا. إن القرآن الكريم لكونه خطابا أزليا موجها لجميع طبقات البشر في جميع العصور يلزم أن يتسم بشبابية دائمة، وهو كذلك. فالقرآن الكريم كتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وهو حبل الله المتين، فلا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ألقي نظرة عجلة على مكتبة أمتنا التي قل أن تجود أمة أخرى بمثلها سعة وشمولا واستعصاء على الحصر، والتي توالى تكوينها منذ قرون الإسلام الأولى إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من تفسير وحديث وفقه وعلوم شتى، تجدها
في مجملها تفسيراً لحقائق القرآن وأحكامه والسنن الكونية التي تولى القرآن الكريم بيانها. فلم ينضب معين هذا الكتاب الكريم ولم يتوقف عطاؤه طوال هذه المدة من القرون والسنين، بل يجد فيه أهل كل عصر وكل طبقة فيه من الفهوم والاستنباطات ما لم تدبجه يراع السابقين، بل بما لم تتفتح عنه قرائحهم، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يبقي الباب مفتوحاً أمام الأجيال المتعاقبة ليتتلمذ كل جيل على القرآن الكريم ويستخرج من درره ما توصلهم إليه معارف بصورهم. ورسائل النور أيها السادة والسادات نبهت إلى هذه الحقيقة في مناسبات عديدة، ومنها هذا الجانب الذي اختاره الدكتور مأمون في هذه المحاضرة التي أرجو أن تكون مفتاحاً بل بوابة لتعرف الحضور على تلك الرسائل القرآنية لبديع الزمان، فهي بحق كنز ثمين وتفسير لحقائق القرآن من عمق معارف هذا العصر. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من تلاميذ القرآن الأوفياء ونكون في مستوى تبليغه للعالمين غير خزايا ولا مفتونين. والآن أيها الأساتذة الكرام والسيدات والسادة، لدينا نصف ساعة من الوقت نفتح فيه الباب أمام الأساتذة الكرام والحضور لمداخلاتهم التي نرجو أن تكون منصبة على موضوع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. يا دكتور محمد، نعم نعم. كما نرجو منهم أن يقدروا الوقت فيقتصروا على ذكر المطلوب بكلمات قلائل وفي مدة لا تتجاوز دقيقة واحدة، سواء أكانت المداخلة استفسارا أم تعقيبا أم توضيحا أم إضافة، فبإمكان المرء الإفصاح عن مقصوده بألفاظ قليلة معبرة. فنستقبل أولا مجموعة من المداخلات ونحيل الإجابة عليها إلى أخينا الدكتور مأمون، وبعدها نستقبل مجموعة أخرى إلى نهاية الوقت المقرر. فليتفضل أولا الأستاذ الدكتور محمد جميل الحبال بمداخلته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير كلاكما على التقديم وعلى المحاضرة، ونفع الله بكم. جزيت خيرا أيضا. سعيد النورسي رحمه الله أيضا ذكر هذه الأمور في تفسيره مظان الإعجاز في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. في تفسير هذه الآية ذكر هذه المعجزات التي ذكرتم، وجزاكم الله خير. ويقول أن المعجزة هي كما قلتم الأمر الخارق للعادة والمقرون بالتحدي والسالم من المعارضة، وهي للأنبياء والرسل، ولكن نحن علينا أن نصل إلى الحد الأدنى منها من خلال التقدم العلمي والمعرفي كما ذكرتم في الأمثلة. فالقرآن الكريم معين للعلوم ويهدي إلى أبحاث جديدة ويرتقي بجميع العلوم بالتكميل والتجميل، وعلينا أن ننقل هذه الأمور الإشارات العلمية في القرآن من الإعجاز إلى الإنجاز ومن التوصيف إلى التوظيف للاستفادة بالتقدم العلمي والتقني في هذا العصر. فأصبح التقدم العلمي في خدمة علوم القرآن الكريم. الشيء الثاني حول معجزة سيدنا عيسى ويحيي الموتى بإذن الله، وهو أنا عندي تجربة في الطب أكثر من 40 سنة، لاحظت هناك حالات موت حقيقي تحدث أمامنا، شخص مرضى يموتون ونشخص أن هذا ميت، ثم نقوم بالإنعاش القلبي الرئوي تسمى الريسيسيتيشن، إنعاش فيعود إلى الحياة. فقد يكون هذا التفسير بسؤالك أخي الأستاذ الدكتور مأمون. بارك الله فيك. نعم. أحيي الموتى، كيف هو ميت شخص ميت، حتى أن في مريض كتبنا له شهادة وفاة أنه مات، لكن سبحان الله بالعملية الإنعاش القلبي الرئوي عاد إلى الحياة. وهناك في كل مستشفى الآن معتبرة، في كل مستشفى
هناك فريق طبي في إنقاذي يسمى كود بلو. عندما يسمعوا كود بلو هناك مريض توقف قلبه في الردة الفلانية في الغرفة الفلانية، يسرع هذا الفريق وخلال 5 دقائق يقوم بالإنعاش القلبي الرئوي بعد أن يشخص أنه ميت ويعود إلى الحياة. كثير من الأمور يعودون تعود إلى الحياة. فهذا هل دكتور هل غيبوبة ولا موت بتكون؟ لا موت، موت أخي، موت، يشخص موت، انقطع نفسه ويقف قلبه. يعني لو دفن بيكون مات خلاص. اي نعم، يعني لو فشل الانعاش القلب الرئوي الريسيتيشن، يعني نعم. احيانا تفشل احيانا ينجح، يعني نعم. يشخص ميت، يشخص انه هذا ميت، لكن نعم. ياتي هذا الفريق ويجري الانعاش، صدمات كهربائيه وسوائل وريديه، وحتى انا كنت اضرب قلب، اضرب ابره ادرينالين في القلب ويرجع القلب الى حالته الطبيعيه. يعني هذا يعني وميت، شخص ميت. زين، فهذا تفسير أنه نحن حتى لو كان ميت أن لا نفقد الأمل ونقوم بإنعاشه، لأن قد يكون الأجل لم يأتي. الموت كما هناك مثل بالتركي، الأجل الموت، الأجل يحمي من الموت. الإنسان يموت بأجله وليس بتوقف قلبي أول. فهذا هو المقصود، لا حارسك الأجل. نعم حارس الأجل. نعم نعم نعم. حبذا دكتور، سؤالي أخي، سؤالي أن دخلت مداخلتي، السؤال أنه في سيدنا سليمان تم نقل العرش نقلا فيزيائيا، بأن قال نعم. عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني خلال ساعات أتيك به. نعم. فأنت ذكرت أن الصورة، لا، وهذا الكلام ليس من كالكلام، هو كلام الأستاذ النورتي، وما أدري لماذا قاله، قال صورة. نعم. أو عينة، صورة لا عينة. حتى يقول نعم عينة. نحن إذن هذا لنا أيضا دليل أن نقوم بالأبحاث بجلب الأمور، جلب عينا، يعني هذا يفتح. نعم. لنا مجال. نعم. هناك قانون الكم قد يساعدنا في هذا الأمر، فهذا مجال مفتوح للإخوة في الفيزياء. نعم. في هذا المجال. حبذا دكتور محمد جميل، حبذا لو تفضلتم بكتابة موضوع حول ما ذكرتم من الحالات التي جرتموها في المستشفيات وربطها بما ذكره الأستاذ النورسي حول معجزة سيدنا عيسى عليه السلام. نعم. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله، الله يوفقكم. شكرا جزيلا يا دكتور، متع الله بصحتكم وعافيتكم، ودمتم لنا في خدمة إعجاز القرآن الكريم. والآن نستقبل مداخلة أخرى. مهندس حاتم البشتاوي. السلام عليكم. الأستاذ المهندس حاتم البشتاوي، عليك السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل الأستاذ. أول شيء أنا متقدم بالشكر، أتقدم بشكر جزيل لأخي الدكتور مأمون. ولأخي الذي أدار المحاضرة الأستاذ فاروق، والموضوع يعني بحر من المعلومات، ونحن في كل يوم نزداد علما، ودائما نحن مع الآية الكريمة بقول ربي زدني علما. نحن بحاجة أن نأخذ موضوع الإعجاز العلمي في 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 بحر في آفاقه الواسعة، في كل زاوية من زوايا، في كل آية فيها إعجاز. يعني كلمة واحدة فقط لا أريد أن أطيل، وهو أسرع الحاسبين. من كان يعني أقرأ في كل كتب التفسير السابقة ولا هذا؟ أين الحساب الآن؟ علم الحساب الآن، ومن ربنا أنه حاسب شاكيد، تريليون يطلع فيها واحد وأمامه 15 صفر، عملية رياضية في الثانية، يعني 1,000,000,000,000,000 عملية في ثانية في رمشة العين. وهذه من الإعجاز، كما في أنه إعجاز نقل المعلومات، نقل المادة من مكان لمكان، كذلك نقل المعلومة. فهذا يعني بحر من الموضوع. على كل حال نتشكر لإخواننا ونذكرهم دائما بمحاضراتنا، وذكرهم أستاذ فاروق بالمحاضرة في المرة القادمة. بارك الله فيكم وبارك في حضوركم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وجزيتم خيرا أيضا. نعم، في يمكن بعض الرسائل أستاذ فاروق تقرأ. لا أرى رسائل، ربما. نعم طبعا أستاذ فاروق، أنا نعم. بدي يعني أذكر الإخوة الحضور أن الأستاذ فاروق
قد ترجم رسائل النور إلى اللغة الكردية يعني. وأيضا يعني كما ذكر عني أنا لا أسوي شيء بالنسبة له، فقد ترجم هذه الرسائل رسائل النور إلى اللغة الكردية اللي عندك في لغتين مش هيك يا أستاذ فاروق؟ كرمانجي ولا السورانية عندكم؟ هي اللغة الكردية هي الكرمانجية كلها، لكن كرمانجية الشمالية والجنوبية، نحن الكرمانجية الجنوبية هي الكردية الجنوبية. نعم نعم فهو كبير في الرسائل. نعم. بارك الله. نعم. هل من مداخلة جديدة؟ وصلتنا عدة رسائل كلها دعاء وشكر للأستاذ مأمون جرار، وندعو لهم أيضا بالتوفيق والسداد. ألو تفضل أستاذ. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا الأستاذ الدكتور محمد الدغمة. الأستاذ محمد نعم. الدغمة المتحدث القادم إن شاء الله. لا إن شاء الله سأعرف الحضور بمحاضرتكم الأسبوع إن شاء الله في نهاية. بس لي ملاحظة بسيطة يعني هي حتكون موضوع المحاضرة القادمة. أولا شكرا للجمعية، لأول مرة أنا بنضم لكم وبتحدث معاكم على الموضوع الإعجاز العلمي في القرآن. أنا أصلا تخصصي experimental nuclear physics وأستاذ دكتور لي 40 سنة. وعندي كتاب عن نظرية الدوغمونيزم اسمه في الإعجاز العلمي. على كل حال طبعا حتقدموني الأسبوع الجاي، لكن بس اللي ملاحظة بسيطة وشكرا للدكتور مأمون وليكونتو. المعجزات اللي ساقها الدكتور هي معجزات جميع الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام. إحنا ما كناش هناك عشان نشوفها ومنحق وربنا حكم عدل. إحنا ما شفناش هذه معجزات إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، وبالتالي من حقنا نكذب؟ ما شفناش، يبقى لا تقام علينا الحجة ولكننا نصدقها. ليش نصدقها؟ لأن الله أخبر عنها، لأنها وردت في القرآن. دقيقة يا دكتور، لأنها وردت في القرآن. طب ليش نصدق القرآن؟ هذا هو موضوع المحاضرة الجاي. أنا طبعا إحنا مسلمين، دقيقة، إحنا مسلمين طبعا، ولدنا مسلمين وخلاص مؤمن بالله ورسوله القرآن. لكن إحنا بنتكلم الآن معجزة محمد عليه السلام هي القرآن الكريم، هي معجزة متجددة إلى أن تقوم الساعة، لأنه لا نبي بعد محمد. نعم. ومحمد مات من 1400 سنة، كيف ربنا يقيم الحجة على البشر؟ لازم تكون في معجزة كما معجزات جميع الأنبياء. معجزة محمد عليه السلام إن شاء الله، إن شاء الله هي القرآن إن شاء الله. سنتابع دقيقة، سنتابع محاضرتكم إن شاء الله دكتور في الأسبوع القادم. وهي بالتحديد العلم في القرآن. نعم إن شاء الله سنتابع محاضرتكم ونستمع إليها في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقصد بوينت إن شاء الله، ومحاضرة يعني مرئية إن شاء الله. شكراً. تفضل أستاذ مأمون، كيف توضح ما قاله الدكتور حول نرزي في مطلع هذه الكلمة اللي تحدثنا منها للمقام الثاني من الكلمة العشرين، يقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول نعم إن في القرآن كل شيء، ولكن لا يستطيع كل واحد أن يرى فيه كل شيء، لأن صور الأشياء تبدو في درجات متفاوتة في القرآن الكريم. بمعنى أن كل عالم من العلماء يستطيع أن يجد في القرآن ما يثبت يقينا أن هذا القرآن كلام الله. يعني وهذا هو الإعجاز، وهذا هو الإعجاز الحي. صدق، بارك الله فيك. كل يجد يعني شكرا. يعني شكرا دكتور، شكرا دكتور. إن شاء الله إن شاء الله سنواصل الموضوع في الأسبوع القادم. والآن وردنا من الأخ بيشرو محمد علي رسالة يقول فيها حقيقة أن الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي رضي الله عنه كان عالما متميزا في الشرق الأوسط، تقدم بمشروع بناء جامعة إسلامية باسم جامعة الزهراء في أوائل القرن العشرين، تتبنى العلوم الحديثة جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية آنذاك. فكان الأستاذ النورسي يرى أن التوافق بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة لا
غاب الصوت أستاذ فاروق. الصوت انقطع. ويعني تكميلا لما تفضلت فيه دكتور، الله عز وجل في القرآن أورد كثير من الآيات التي تبين أن القرآن الكريم في الآيات الدالة على الله والتي تثبت صدقه وصدق الإيمان، يعني يقول عنده مفاتح الغيب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. نعتذر أن قد حدث خلل عندي، أعتذر إذا. نعم لا بأس. يقول الله عز وجل أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في القرآن، والأستاذ النورسي يشير إلى هذا، لكن يحتاج إلى من يستطيع أن ينظر فيه نظر العالم. يعني ممكن في المحاضرة القادمة إن شاء الله، باعتبار مادة تخصص الأستاذ إيش هو، ممكن يفتح لنا آفاق ونوافذ على آيات جديدة في وعلى مظاهر جديدة في الإعجاز، نعلم من خلالها أن الله عز وجل يعني هو الله عز هو رب العالمين، وأن القرآن حق، وأن الآخرة حق إلى آخره. بارك الله فيك أستاذ. هل من مداخلة جديدة؟ ما كملت مداخلة الأخ حول الجامعة. نعم انقطع التيار عندي، نعتذر. الأخ الكريم أستاذ بيشرو محمد علي، هو حامل ماجستير في رسائل النور، يذكر أن الأستاذ النورسي قدم مشروعا لإنشاء جامعة إسلامية في مطلع القرن العشرين باسم جامعة الزهراء، تتوافق فيه العلوم العصرية والعلوم الشرعية بصورة متمازجة، بحيث يتخرج الطالب من هذه الجامعة وهو مشبع بالعلوم العصرية جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية. فالانفصام النكد التي عرفناها خلال هذا العصر، عندما انفصلت العلوم أو انفصلت دراسة العلوم بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة، أخرجت جيلا بعيدا عن حقائق العلوم، بل أخرج جيلا غريبا عن معطيات الوحي الإلهي. فالأستاذ النورسي كان يريد أن يفتح جامعة تتمازج فيها العلوم تحت ضوء مقولته المشهورة: ضياء العقل هو العلوم الحديثة، ونور القلب هو العلوم الدينية، فبامتزاجهما تتجلى الحقيقة، وبافتراقهما تتولد الحيل في ذاك والتعصب في تلك. فالأستاذ النورسي كان يهدف من إنشاء هذه الجامعة أن لا تحدث هذا الانفصام أو الانفصال التي حدثت في عالمنا الإسلامي مع الأسف. وهذا خلاصة ما أرسل الأخ الأستاذ بيشرو حول يعني تفكير الأستاذ النورسي بامتزاج رسائل النور. يا أستاذ فاروق، رسائل النور عملياً كأنما هي جسدت فكرة مدرسة الزهراء، يعني الأستاذ فيها يعني المدرسة المعنوية. ولذلك نعم. الأستاذ حيثما نظرت في الرسائل لا تجد يعني كلام قلبي أو كذا، وإنما تجد ما يخاطب العقل وما يخاطب القلب، ما يدعو إلى التفكير. وتعلم أن التفكر هو بوابة الإيمان، وأنه خطوة من الخطوات الأربعة في طريق رسائل النور. نعم. أرسل نعم. أرسل إلينا الأستاذ إدريس غازي من مدينة دوق العراقية، يقول في رسالته: الأستاذ النورسي لم يكتفي بالجانب النظري في الربط بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة، بل اهتم بها بنفسه وقرأ بعض العلوم وناقش أساتذتها كالجغرافيا والرياضيات مثلا، كما هو معلوم في سيرة حياته، وألف فيها أيضا. نعم صحيح. فاروق نعم. الأخوة باسمه حجي إبراهيم يعني يرفع يده، يبدو أنه نعم. يتداخل. فليتفضل فليتفضل أستاذ حجي إبراهيم. حجي إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. رحب الأستاذ الدكتور مأمون جرار.
أنا سمعت من زمان واقعة تدل على الاستفادة من معجزات الأنبياء، وهي بالشكل الآتي: ثلاثة غواصين كانوا قرب البحر ففقد أحدهم وبحثوا عنه فلم يجدوه، حتى بعد ذلك وجدوه، وجدوا حوتا بطنه كبير، فتصوروا أن هذا الحوت هو الذي بلع صديقهم الغواص، وفعلا شقوا بطنه فخرج الرجل سالما. وقال هؤلاء العلماء الغواصين: نؤمن بأن القرآن حق، لأن يونس عليه السلام بقي في بطن الحوت في مدة زمنية يمكن يوم أو ليلة أظن، كما أن هذا الغواص بقي في بطن الحوت لنفس الفترة الزمنية تقريبا، فاقتنعوا وأسلموا ثلاثتهم، كما أسلم يمكن الكل يعرفون إسلام البحار كابتن كوستو، كان عمره أكثر من 90 سنة عندما رأى أن البحرين لا يلتقيان طبقا للآية القرآنية الكريمة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان، فأسلم هذا الرجل كذلك، وجزاكم الله خيرا. جزيت خيرا أيضا حاج إبراهيم. نعم، هل من توضيح أو تعقيب على كلام الحاج إبراهيم يا أستاذ دكتور مأمون؟ بارك الله فيه، يعني هو تعزيز لما يعني ورد أو شيء. نعم، هو أنا بدي أقول مفاتيح القلوب عجيبة غريبة يعني، ويعني علامات الإعجاز كثيرة. ذكر لي أحد الإخوة كان ضابطا، ويعني أرسل أو بعث إلى الولايات المتحدة، فكأنما كان في مجلس وذكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فسأل: هل كان له حرس يحرسونه؟ فقيل له: قبل هذه الآية كان له نعم حرس، لكن بعد أن نزلت هذه الآية لم يتخذ الحرس فأسلم، لأنه صار عنده يقين أن الذي قال والله يعصمك من الناس وهو طبق هذا الكلام، هذا علامة من علامات الإيمان. صحيح، ولو لم يكن وحيا من الله سبحانه وتعالى لتردد في استغنائه عن الحرس. نعم نعم، هذا دليل آخر على أن على مدى ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي تنزل عليه. نعم، هل من مداخلة؟ والله بس توضيح لحاج إبراهيم أنه البحارة كوستو، إذا تسمح لي. تفضل دكتور. لما اكتشف منطقة الحاجز في البحر الأحمر، بين البحر الأحمر وبين البحر العربي، في سفينته الغواص البحثية اكتشف الحاجز، وهو أول من اكتشف الحاجز بأبحاثه البحرية، فذهب إلى الدكتور موريس بوكاي في فرنسا، دكتور موريس بوكاي، وقال له أن كان صديق، قال له أو عرض له هذا الاكتشاف، فقال له موريس بوكاي: إن هذا مذكور في القرآن الكريم، وأراه الآيات القرآنية التي أظهرت وجود هذا الحاجز بين البحرين، وهذا موثق في كتاب العلم كتاب موريس بوكاي The Bible, the Quran and the Science، القرآن الإنجيل والقرآن والعلم. نعم، الذي ألفه موريس بوكاي، وأثبت أن كل ما في القرآن من إشارات علمية هي حقيقة 100% صحيحة، ولا تعارض بين الحقائق العلمية والآيات التي فيها إشارات قرآنية. وفي كل يعني شيء يقول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. سبحان الله، لطيف. هذه تبيانا لكل شيء، تفصيلا. نعم، لكل. نعم، هل من مداخلة جديدة لأن الوقت يداهمنا؟ وردنا هذه الرسالة من الأخ حسن حما كريم، يقول فيها: شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الجميلة، نرجو منكم الاستمرار في تقديم المحاضرات على هذا المنوال لأنها ضرورية وملحة جدا، وجزاكم الله خير الجزاء. وجزيل الأخ حسن خير الجزاء أيضا. نعم، هل من مداخلة جديدة؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي الدكتور مأمون على هذه نعم المحاضرة والتعليقات المفيدة. حياك الله الأستاذ الكريم. الاسم دكتور محمد زكي خضر. دكتور محمد زكي خضر. نعم. الإشارة إلى
العلوم المستقبلية، نعم، التي وردت أمثالها في معجزات الأنبياء، نعم، هذا يحث المسلمين على القيام بالأبحاث العلمية الاستكشافية. البحث العلمي هو إذا اتجه لتأييد المعجزات أو تأييد الإعجاز في القرآن الكريم هو عبارة عن عبادة يجب على المسلمين أن يأخذوا بها ويتعاونوا عليها، خاصة في هذا الزمان الذي سبقتنا الأمم الأخرى فيه. ومن الضروري أن اتجاه في البحث العلمي لإفادة الأمة الإسلامية، ويحتاج ذلك إلى التعاون فيما بين الباحثين من تخصص معين مهما كانت أماكنهم. الآن هذه وسائل الاتصال تفيد في تعاون البحث العلمي في أنحاء العالم كافة، فعلى العلماء المسلمين أن يأخذوا بهذه الوسيلة، وذلك لخدمة الأمة الإسلامية وخدمة دينهم. والله أعلم، والسلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. هل من توضيح أو تعقيب يا أستاذ دكتور مامون؟ الله يبارك فيه الدكتور محمد زكي، يعني هو أضاف فكرة جديدة، بارك الله فيه. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لابد أن يحدث نوع من الاستكشاف، يعني ما ننتظر الآخرين حتى يكتشفوا ونقول هذا في القرآن. نعم. يعني كما تفضل، يفترض أن يبحث المسلمون وأن يكتشفوا. نعم. ثم بعد ذلك يعني يتقدمون. فالأمة الإسلامية هي المخاطبة الأولى يعني لهذا العمل، عمل الاستكشاف. نعم نعم نعم. من كان يريد أن يتداخل؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ دكتور حازم ناظم فاضل. دكتور حازم، كيف الحال؟ تعقيبا على أستاذ حجي إبراهيم، تفضل. في كتابي المسمى الموسوم السمك ذلك المخلوق العجيب، ذكرت هذه الحادثة في خريف عام 1891 في جزر فوكلاند. جرت هذه الحادثة في باخرة ستار أوف ذا إيست. رصد الملاحون بالينا، حوت كبير ضخم الرأس، وأرادوا صيدها، ونتيجة الأمواج الشديدة فقد وقع الملاح جيمس بارتلي إلى البحر، وباءت كل المحاولات لغرض إنقاذه، ويأس الملاحون منه. وعندما اصطادوا حوتا كبيرا ورأوا انتفاخ معدة الحوت، وجهوا سكاكينهم الحادة لبقر بطنه، وعند فتح بطن الحوت انتابتهم الحيرة والدهشة، حيث لم يكن الانتفاخ غير جيمس باكلي الذي ألقي إلى البحر نتيجة الأمواج قبل يوم ونصف اليوم. وبعد خروجه من بطن الحوت سالما، كان يشار إليه بالبنان لسنين عديدة. وقد أعلنت هذه الحادثة من قبل الكاتب الأمريكي كات سميث للعالم. لقد بقي الملاح جيمس باكلي في بطن الحوت يوما ونصف اليوم، ومعروف الآن أن هذه الأنواع من الحيتان التي تستطيع بلع طن واحد من الغذاء، يتواجد غاز الأكسجين في معدته ما يكفي لإنسان واحد مدة 24 ساعة. وقد وردت في روايات عن قصة سيدنا يونس عليه السلام أنه بقي في بطن الحوت يوما واحدا، وهذا ما ذكره الحاكم في المستدرك. ولقد أعلن البحار القدير جاك كوستو بهذا الصدد للعالم عبر التلفزيون في بحثه الموسوم الحوت الذي التقم النبي يونس، قائلا أنه من اليسير جدا التهام إنسان يزن 500 كيلوغرام من قبل هذه الحيتان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الدكتور حازم، أنا أسألك، هل هذه الحادثة التي جرت على هذا الملاح،
حادثة موثقة علميا؟ نعم نعم، مذكور في كتاب، نعم مذكور في كتاب جيمس بارتلي للكاتب الأمريكي كات سميث، موجود. نعم، تزويدنا بكيفية العثور على هذا المصدر. يعني هذا في باخرة Star of the East، بارك الله يعني فيك. هاي باخرة الحادثة صارت. نعم نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذا التوضيح، على هذا التوضيح. نعم إن شاء الله. أستاذ الدكتور، هل من تعقيب على هذا الكلام؟ جزاكم الله خيرا على التقديم، جزا الله الحضور على وجودهم معنا واستماعهم وصبرهم على ما قيل، وأسأل الله عز وجل أن يكتب هذه الساعة المباركة في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا عندهم من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله يفتكم إن شاء الله. إن شاء الله. وفي الختام شكر للجمعية، جمعية الإعجاز، نشكرهم كثيرا على هذه المحاضرات التي يقدمونها في كل أسبوع، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. جزيتم خيرا يا دكتور. أيها السادة الحضور، في ختام هذه المحاضرة نشكر الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة لإتاحتها هذه الفرصة السعيدة لهذا الجمع الكريم للاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة. والشكر موصول لأخينا الدكتور مأمون جرار، أولا لاختياره لهذا الموضوع المثير، ثم لإفادته الحضور بتلك المعاني والمعلومات الجميلة. كما نشكر جميع الأساتذة والسيدات والسادة الذين شاركوا الاستماع معنا، وبالأخص الذين أسهموا في إغناء موضوع المحاضرة بتعقيباتهم ومداخلاتهم. وشكر موصول كذلك للأخوة القائمين على الجانب التقني في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، الذين كانوا سبباً لتلاقي هذا الجمع الكريم من مختلف مناطق العالم عبر هذه المنصة الحديثة من وسائل التواصل الاجتماعي. والشكر بدءاً وختاماً لله عز وجل على أن أكرمنا باللقاء والتلقي على مائدة القرآن الكريم، ونسأله سؤال العباد الراجين من رب الكريم أن يجمعنا في مستقر رحمته في الذين سبقت لهم منه الحسنى على سرر متقابلين. وإلى اللقاء الآتي مع جمعية الإعجاز الأردنية في الأسبوع القادم في المحاضرة الآتية بعنوان القرآن الكريم المعجزة المتجددة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور محمد الدغمة من جامعة الأمير نايف من جدة المملكة العربية السعودية. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء، والسلام.